عالم التسوق ولكل محبي الموضة والألوان. كمان دي حلقتكم النهاردة من خلال المنتجات اللي بنقدمها كولكشن جديد من الشركة الفرنسية وايزن اب، مجموعة من الساعات الهاتسيتس وكمان النظارات هنستمتع بيها جدا وهنتعرف عليها من خلال الممثلة الإقليمية لشركة وايزن اب وهي انجي، وموجودة معانا النهاردة في عالم التسوق. هاي انجي. هاي رانيا، مبسوطة ان انت موجودة معانا، وكمان هنتكلم عن يعني كل الستايلز المختلفة والجميلة اللي احنا نقدر ان احنا نكون بيها معاصرين للموضة طول الوقت. وانا كمان مبسوطه معاكم النهارده لان انا هقدم لكم ترند جديده وفرايتي لوايز اند اب. وايز اند اب على فكره يا رانيا دلوقتي مشهوره جدا بره، وكل الناس وكل النجوم بيلبسوها. وانا صديقي بقى هنتكلم عنه النهارده ونقول ليه اسم الشركه وايز اند اب بالظبط. مستر وايز اللي احنا شايفينه قدامنا ده هو المفروض ان هو الين جه من الفضاء واستكشف كل الالوان وكل الترندز الجميله اللي هنشوفها قدامنا النهارده. وايز اند اب عامله مفاجات كتير وهنعرفها من خلالك يا رانيا. هنبتدي اول مفاجاه دلوقتي مع بعض مشاهدينا، وهي النظارات الحلوه. انا هختار اللون اللي هو بيناسب اللبس بتاعي دلوقتي، ويعني عايزين نتكلم فيه كتير جدا تفاصيل حابين نعرفها. قولي لي يا رانيا اكتر حاجه بتتعبك وانت خارجه في اختيار ملابسك والاكسسوارز اللي هتلبسيها معاكي ايه هي بالنسبه للنظاره؟ رقم واحد الالوان، رقم اتنين انه يعني بضطر ان انا لازم اغير النظاره كل شويه، فالحجم برده يكون مش مناسب معايا. هنعمل بقى زي الاعلانات نقول وداعا للجراب الكبير وداعا للنظارات الكبيره، وهنقول ان احنا معانا نظارات النهارده سهل جدا تانيها زي ما احنا شايفين، وبالتالي الجراب بتاعها جراب صغير جدا زي ما احنا شايفين. الجراب بتاع وايز اند اوب بتاع نظارات الشمس جراب ممكن يا رانيا تحطيه في اي مكان في الشنطه او تمسكيه في ايدك، ما بياخدش مساحه كبيره، وتقدري انك انت تحطي فيه النظاره. بلس ان النظاره الحمايه بتاعت الشمس بتاعتها 400 يو في. وانا قاعده على فكره وانت بتتكلمي دلوقتي بتشرحي مستمتعه جدا بالنظاره اللي انا لابساها لايقه على اللبس، الى جانب كمان ان طريقه الاستخدام بتاعتنا زي ما شفنا مشاهدينا قد ايه سهله قوي. كمان في حمايه ضد اشعه الشمس، طريقه ان انتوا تستعملوها وتطبقوها سهله قوي، تحطوها في الجراب خفيفه جدا تتحط في الشنطه، مفيش طبعا احسن من كده. انتوا اكيد عايزين يا رانيا حاجه ان هو سهل جدا غسلها، انها ممكن تتغسل بس بالميه والصابون وتتنشف بقماشه وخلاص كمان علشان كده دي فرصه جميله جدا انتوا لازم تستغلوها دلوقتي حالا وتطلبوا مجموعه وايز اند اب من خلال النظارات. بنقدم لكم النهارده في عالم التسوق ثلاث مجموعات مختلفه. المجموعه الاولانيه هنشوف من خلال الالوان، اللون البيربل واللون البينك، المجموعه الثانيه اللون الاصفر اللون الاحمر، وكمان المجموعه الثالثه فيها اللون الاسود واللون الابيض. وما تنسوش طبعا صديقي مستر وايز، هي دي الهديه اللي انتوا هتحصلوا عليها اول ما تطلبوا مجموعه من المجموعات المختلفه. يمكنكم الطلب الان بالاتصال على ارقام بلدكم الظاهره على الشاشه، او قوموا بزياره موقعنا الالكتروني www.citrusdv.com. هنروح بعد كده ننتقل على الهاتسات، وطبعا بما اننا محبه للميوزك جدا فهي عجبتني جدا. الهاتسات يا رانيا، انت كل حاجه النهارده لايقه بقى على حاجه لايقه متقمره النهارده. الهاتسات يا رانيا اكتر حاجه اصلا اللي هو ممكن تريحك في الهاتسات. اولا بصي الواير بتاعها مش بيتقطع، مش هنلاقي بقى الاسلاك تتقطع والحاجات دي جوه. تاني حاجه طبعا. تاني حاجه ان الهاتسات المفروض ان هي من السهل او من السهل جدا توسيعها او تضييقها على حسب حجم الراس. ممكن تجربيها طبعا بالظبط. يعني انت دلوقتي هلبس النظاره وهلبس الهيدسيت مع بعض وطقم كامل بالظبط. هو احنا هنعمل طقم لكل حاجه. اوكي طب وانت لابسه الهيدسيت يا رانيا، اي حد بيسمع الميوزك ما بيسمعش اي صوت من بره، بلس ان هو ما بتسمعيش صوت من بره، الصوت اللي بتسمعيه ما فيش حد بيسمعه. خلاص لو شفنا الريموت بتاع استاذنك النظاره الريموت سوري الهيدسيت الريموت بتاعها زي ما احنا شايفين ان هو في اكسترا بلاج، انه ممكن اصلا اي حد يعمل شيرنج الميوزك اللي احنا معانا. اوكي يعني ممكن اتنين يسمعوا نفس الميوزك. ممكن استعملها على التليفون وممكن استعملها الميوزك ازاي؟ لو انا دوست على الزرار ده هنا، الزرار ده كبسه واحده بيعمل لي اصلا ان هو تو انسر، او ممكن ان انا اصلا اللي هو لو عملت كبسه تانية ممكن ان هو بيبقى معناه ان انا بقفل السكه، لو عملت تو
بيبقى أصلا إن أنا بعمل forward، لو عملت التلاتة بعمل rewind. مفيش أحسن من كده طبعا. يعني في كل الاستخدامات موجودة عندنا. وأنا كمان حاب أقول للمشاهدين إن إحنا نقدر كمان نغير الكوفرز اللي موجودة هنا. اللون الأحمر فيه كمان بيجي مع السات بتاعت كل أنتوا بتختاروها، بيجي كفرين تانيين زي ما إحنا شايفين، نقدر إن إحنا نغيرهم للون الأسود. وشكل العلبة بيجي بالمنظر ده حلوة قوي طبعا. يعني العلبة شكلها كمان حلوة، وعليها اللوجو بتاع وايز اند هوب، وعليها كمان شكل مستر وايز. ودي اللي انتوا هتحصلوا عليها دلوقتي مشاهدينا. وعندنا مجموعتين مختلفتين. المجموعة الأولى هنا السماعة اللون الأسود واللون الأبيض، وكمان تقدروا تحصلوا على اللون الأحمر واللون الأسود، وده حسب اختياراتكم. وفي كتير جدا من المميزات اللي انتوا هتتابعوها معانا، وشفتوا قد ايه جميلة جدا الألوان من شركة وايز اند هوب. اللي انتوا عايزين تعملوه دلوقتي حالا ان انتوا تاخدوا التليفون تتصلوا تطلبوا وتحصلوا على مجموعة وايز اند هوب. يمكنكم الطلب الآن بالاتصال على أرقام بلدكم الظاهرة على الشاشة، أو قوموا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.citrusdv.com. مشاهدينا وبنكمل مجموعة وايز اند هوب. تابعنا وشفنا النظارات وشفنا الهيدسيتس. دلوقتي هنتابع مع بعض أحدث الألوان وأحلى الموضة من خلال الساعات المختلفة. هنتكلم دلوقتي عن ساعات تريكس مع إنجي، وهنشوف إيه هي الطرق اللي إحنا نقدر نحنا نستمتع بيها بالستايل الجميل وبالترند الموجودة مع ساعات وايز اند هوب. رانيا، لو جبت لك ساعة يوني ساكس، ساعة وايز اند هوب زي ما إحنا شايفينها الساعة هنا، وقلت لك هديك يا رانيا ساعة تقدري تخلقي منها 7 ساعات على حسب اللبس اللي انت لابساه. تمام، واو طبعا مش هصدق، اكيد حاجه جميله جدا. تغييرها سهل جدا زي ما انت شايفه. استاذك تفتحي العلبه اللي جنبك. هي دي العلبه. اول بس نوري للمشاهدين الباكجينج قد ايه جميل. اول ما بنفتح العلبه بيكون عندنا اختيارات مختلفه من الساعات، من الالوان. عندنا اللون الاحمر، اللون التركواز، اللون الاسود، اللون الابيض، لون الجراي، وكمان عندنا اللون البيربل اللي احنا طبعا هنستمتع باطلالاتنا المختلفه ومميزات حلوه مع ساعات وايز اند هوب موديل تريكس. بتغيري الفاشن بتاعت الساعه بتاعتك في ثانيه واحده، بانك انت بتغيري بالكفرز اللي احنا شايفينها دي بتاعت الساعه، بلس انك انت ممكن تنزلي فيها الميه الساعه 5 ATM، يعني معناها 50 متر تحت الميه. مفيش حاجه طبعا احسن من كده. عندنا اختيارات مختلفه، الوان كتيره حلوه معصره للموضه، ساعه ضد الميه، طريقه التركيب بتاعتها سهله قوي، وده اللي انتوا هتحصلوا عليه مع مجموعه ساعات تريكس من وايز اند هوب. ونروح لنوع تاني من الساعات او موديل تاني، وهي ساعه ديجيتال من وايز اند هوب. وفي ناس كتيره ما بتحبش الساعات العاديه لكن بتحب الساعات الديجيتال زي الساعه اللي انا لابساها دلوقتي. شايفين قد ايه اختيارات كتيره مختلفه نقدر احنا نستمتع بيها ونركبها طول الوقت مع وايز اند هوب. فهنتكلم عن الساعه الديجيتال دلوقتي. مستر وايز عمل لنا الساعه اللي هي الديجيتال، ساعه ذكيه جدا، بحيث ان انا الصراحه ممكن اغير من الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين. القطعه الجانبيه بالساعه بتتفك بسهوله جدا زي ما احنا شايفين. اوكي، خليني انا اوريها للكاميرا برضو. طب عشان تجربيها برضو. انا عايزه اشوف بقى. يعني انا عجبني قوي الموضوع على فكره، ان احنا طريقه التركيب بتاعتنا سهله، نقدر ان احنا نخلعها برضو بسهوله. شايفين قد ايه عندنا هنا الساعه، وعندنا هنا الحزام بتاع الساعه. طريقه التركيب سهله، ممكن احنا نعمل كده على طول. وزي ما احنا شايفين الساعه اللي في ايدين رانيا هنا حاطين عليها الوان واشكال جديده، بحيث انها ممكن تناسب لو انا رايحه سهره او اي حاجه. عارفه يا رانيا ايه المميز كمان في الساعه دي؟ ان هي بتعمل سكرين سيفر. الساعه ذكيه جدا بحيث ان هو بتحفظ الاضاءه والطاقه بتاعه الساعه، غير ان انا ممكن لو حبيت ارجع اللايت بتاع الساعه جاست تاتش سكرين برجع الاضاءه، تاتش سكرين بقدر ان انا اعمل السيتنجز كل يعني شيء. يعني مستر وايز وايز جدا في اختياراته للساعات اللي هو قدمها لنا من مجموعه وايز اند هوب. وانتم كمان مشاهدينا هيكون عندكم اختيارات كتيره مختلفه تقدروا تستمتعوا بيها مع مجموعه وايز اند هوب، سواء من الساعات اللي هي العاديه موديل تريكس او حتى الساعات الديجيتال من وايز اند هوب. كتير من الاختيارات هتستمتعوا بيها دلوقتي. وطبعا عايزين ان انتم تعملوا حاجه واحده برضو، ان انتم تتصلوا وتطلبوا وتحصلوا على مجموعه ساعات وايز اند هوب. وانا كمان انجي بشكرك جدا على وجودك معنا في الاستوديو وعلى كل المعلومات اللي قلتيها لنا عن وايز اند هوب. ميرسي، واتمنى انكم اصلا تسارعوا انكم تحصلوا على مجموعه بتاعه وايز اند هوب. ميرسي يا رانيا قوي. شكرا ليكي. والاطلاله كمان احلى مشاهدينا مع الساعه الديجيتال من وايز اند هوب، في عندكم اختيارات كتيره مختلفه، مجموعه
من الابسل تقدروا ان انتوا تضيفوها على ساعه وايزن اب الرقميه. اول حاجه من ناحيه الستراب او الحزام بتاع الساعه عندكم مجموعتين، المجموعه الاولى فيها ثلاث الوان مختلفين وهي اللون الاحمر الاخضر البنفسجي، وكمان المجموعه الثانيه فيها ثلاث الوان وهي اللون الابيض البني وكمان اللون التركواز. ده بالنسبه للسترابس. بنروح كمان للسلايدز. السلايدز اللي في الجنب برضو اللي هي المناطق الجانبيه تقدروا ان انتم برضو تحركوها وتغيروها من الشوارفسكي. عندنا اللونين الابيض والاسود تقدروا ان انتم تحصلوا عليها وتضيفوها للساعه اللي انتم عايزينها. بنروح لمجموعه الكومبو، تقدروا ان انتم تنوعوا برضو في الساعات المختلفه والاطلالات المميزه اللي بتحبوا تستمتعوا بيها، وهي ان تقدروا تحصلوا على مجموعه الاسترابس السته كلها مع بعض كومبو تضيفوها للساعه الرقميه، او حتى السلايدز اللي هي من الشوارفسكي اللي فيها اللونين الابيض والاسود تقدروا تحصلوا عليها برضو وتضيفوها للساعه الرقميه من وايزن اب. تابعنا كتير من المنتجات المميزه من وايزن اب، استمتعوا باحلى الاطلالات واحلى الالوان، وخليكم دايما كول مع مجموعه وايزن اب من الساعات النظارات الهيدسيتس المختلفه، وخلي ان انتوا ليكوا دايما اطلاله مميزه، مفيش حد زيكم ابدا بالوانكم الحلوه. بتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا وبسطتوا معانا بحلقتنا المختلفه، وتابعونا دايما بمنتجات مميزه في حلقات جديده من عالم التسوق. يمكنكم الطلب الان بالاتصال على ارقام بلدكم الظاهره على الشاشه، او قوموا بزياره موقعنا الالكتروني www.citruscv.com.